رمضان في فرنسا، رمضان في السعودية، رمضان في إمارات، رمضان في قطر، شنو يمكنك تقول لي لعد المحطات؟ فرنسا كده رمضان في فرنسا زكريا؟ رمضان في فرنسا كيكون على حساب كونترا اللي كدير، لأنه إلا درتي كونترا ما فيهاش رمضان حقاش هو سلاح ذو حدين نقولها لك، لأنه في فرنسا كيكونوا لي بلاص ريزيرفي. إلا مشيتي وقلتي لهم أنا رمضان وقلتي مشيتي لا ريزيرف، هذيك هي سبابك بقيتي تما، هذيك هي سبابك غترجع تلقى الناس داروا حقاش ما كيلعبوش من السيمانه للسيمانه في اوروبا. راه رمضان كيتلعبوا 10 الماتشات، راه تلعب لو تير ديال الشامبيونه، راه من غادي تلقى البلاصه راه مشات وباش تسد هذيك البلاصه غتلقى اللاعب اللي كيلعب في البوست ديالك في هذا لو ريتم، وغتلقى اللاعب اللي هنا لانه هو غيكون ماشي اترونجي، غيكون اوروبيان ولا غيكون فرنساوي، هو غيتعطى الاولويه غتعطى ليه هو، وسمتيني غيكون هو اللي غياخذ البلاصه وغتولي انت غترجع ازيرو. شتي كيف ما كانش عندك الحق، حنا في رمضان بارفو كنا كنديروا دي سيونس مع 9 الصباح وكنترينو مع 4 ديال العشيه، كتجي عينيك خارجين عينيك خارجين لك عشان نقول لك تقدر مازال غتصطاد في الدراري اللي يلعبوا في اوروبا، وتقدر تقول لك انا بوتيت ما رضختش لانه نمشي نلعب في لا ريزيرف، انا ترينيو مع 8 الصباح غنجي مع 7 الصباح غنجي انا ديك البلاصه غنحاط لها ما كاينش غنتفاكش يدبروا راسهم يديروا الانترميتون ما يديروا شغلهم هذاك، انا المهم بلاصه مسوقره غنبقى مسوقره ما غنضحيش بها ما نمشيش في لاريزير، ولكن صحيا غتعذب ما سوقيش فهمتيني لانه الجهد كان الجهد لانه غنلعب انا ما سوقيش غيديروا يقول لي تنقذ من هاد الصور ما نديروا معاهم ما عنديش مشكل، كنقول لك على حسب لي كونترا لانه الكونترا كيختلفوا، كاينين دي جوار اللي كي امبوزيو في لي كونترا ديالهم عندهم دي كرون ماناجير اللي كي امبوزيو دي كلوز اللي كيخليو الفرقه ما عندهاش يا توري ولا لعابه بحال الكره، لا قال لك ما نصومش رمضان ما نصوم، الا قال لك راه ما نترينش معاك في رمضان راه ما نترينش معاك في رمضان ما جيتش مع الهضره، الا قال لك لا جات لكوب دافريك وغنمشي راه كوب دافريك راه غنمشي ما نجيتش معاك الهضره، داكشي كيدار في الكونترا كيف قلت لك حقاش بزاف ديال اللعابه اللي مشاو لاكوب دافريك ومن بعد لاكوب دافريك جاو في البلاصه ديالهم وكانوا باغ اكزومبل كانوا دي بريتي كيكون عندك افيك اوبسيون داشا وما كيبقى لا على سبيل الذكر هشام ابو شروان اللي كان في ليل وبدا كيشد لابلاص ديالو يلا كوم تيتولير وكان كاع ما كيلعب هذاك عبد القادر كيطا ومشى لاكوب دافريك كانت لاكوب دافريك ميديوك ما كانش وقالوا ليه ما عرف راسو بانه ما وافقوش ليه على كوب دافريك حتى جا لكوب دافريك ما قالوهاش ليه فلت الناس الجامعه ما قالوش ليه راه فرقتك ما بغاتش تطلقك هو اش قالوا ليه ليك بلاصه هز ساكو جا ما شغلوش ايه هو ولكن الفرقه وقيلا هضروا معاه قالوا لي بانه راه نسيتي راه فهمتيني راه كاين واش كاين راه لي راه البلاصه غاليه وهذه وهذه وعارف هادشي ولكن كيف ما كتعرف حنا اللاعبين المغاربه ولا اللاعبين الافريقيين على العموم فكنلبيو النداء وكنجيو لانه كتختلف شويه زكريا على بحال السعوديه لا السعوديه كيترينيو من بعد صلاه العشاء والامارات والبحرين وداكشي التراوح من بعد لا من بعد صلاه العشاء ماشي التراوح اسم التراوح من بعد صلاه العشاء كتكون لونطريما كتكون لونطريما في الايام العاديه من بعد المغرب صلاه المغرب وفي هذه من بعد صلاه العشاء ولكن الفرق اللي كاين هو ليترونجي في السعوديه ولا هذا كيجيبوه باش يدير كل شيء بوحدو ولكن كيعاونك تريني مورا العشاء لانه كتريني لا فريشور فيزيك كتكون البروبليم اليمونتير ما كيكونش وحتى هذيك ديزغاد ما كتكونش ديزيدغاتي فكنظن بانه كتعاونك وكتخليك بانك تكون مزيان وتكون بيرفورمون وماشي بحال اوروبا لان اوروبا كتريني وكيجيو لي ماتش بارفوا مع السبعه د العشيه لا اربع مع وقت الفطور مع وقت الفطور انا ما نكذبش عليك استاثرت مع واحد السيد وداكشي قال لي نهار ديال لي ماتش تقدر من بعد تردهم ولكن تقدر ما تصومش لانه الفرقه امبوزاو عليا قال لي نهار الماتش ما كاينش الصيام ما يمكنش تصوم نهار الماتش تقدر ولكن من بعد هذا تقدر تريكيبيرو انا كنت على واحد السيد تما واحد الامام وداكشي قال لي هي تقدر الماتشات اللي كتلعب نهار ديال لي ماتش ولكن ديال نهار لونطريمون ما اسمح لي لا هو بغا يقول لي بغا يدخل معايا فهادشي قلت ليه اسمح لي نهار الماتش دوز معاك هادشي لونطريمون ما نقدرش رمضان هذا خاصني ولا بدا نصومو وداك الشيء في الدوريات الاخرين جو بونس با كان المشكل لانه كيف ما كنعرف الامارات عندهم ولا قال لي هشام قول لي عاود لك على الكلوب اللي مشى ليه في السعوديه ولا هو دابا حنا غنعاودو على رمضان ولا غنبداو نعاودو على الكلوب نعاودو واه على ديك لافير ديال هذيك الساعه نعاود لك راه ماشي كلوب راه مجيد الجرده تسينيت مع الجرده
قلت لك في السعوديه وداك الشيء لانه النهار كله وعندك حتى فين وسائل الترفيه في الامارات وفي امارات لانه كيكون لي مول تقدر تخرج انت والعائله ديالك الناس محترمه ما كاينش واش فهمتيني عندك فين انت الناس دايرين الحجاب تقدر تخرج تمشى تشري شي حاجه تقدر دير لي كورس ديالك تقدر كاينين بزاف ديال الحوايج فين تقدر تمشي ترفه مع راساتك على عكس اوروبا اوروبا او على رمضان دوز هو ديال اوروبا باش نكون معك صريح لانه رمضان صعيب ديال اوروبا لانه كنقول لك الناس واكله كلشي واكل كلشي حتى هذا ما كيفكرش في الاول كيقول انا درت هو بغى عيلو حق تما وزيد في حالاتو ماشي كيجيك يقول لك لا راه غيجي رمضان هادير ودير ودير في كونطرا دير هادشي في كونطرا ندير معاهم هادشي راه واخا عندكم الحق ديروا لي واحد البروغرام ديالي يكون بوحدي سبيسيال لانه انا عندي رمضان وتقدر ديروا دي سيونس دو جوغ ديال دو فوا بار سيمين دو فوا بار جوغ ولكن راه ما نترينوش معاكم غنتريني معاكم مع وحده وبهذا التومبيرامون انايا فهمتيني بهذا لالور وهذه هي النصيحه اللي يمكن تعطي لهاد لي جون لي راه حنا الناس راه كنحاولوا نفقوا راه قبيله قلت لك بانه راه بزاف خاص يعرفوا بانه هاد العقليه ديال دابا بوتيت حنا كانت عندنا العقليه ديال دابا خاصها تكون احترافيه لانه جميع الوسائل موفره باغ اكزومبل هاد لي كونجي راه ما تقدرش متكي في الدار 21 يوم راه ملي تاخذ لي كونجي كيقول لك عندك اون سيمين وابخي عندك ان بروغرام خاصك تبدا دير لي فوتينغ تبدا دير لا ميسكول باش ترجع في لا فورم فهمتيني باش ماشي تجي الفرقه مسيوس خاصك تبقى باش تبقى اون فورم تحاول تلعب دي ماتش واخا هما في لي كونترا برو كيقول لك لي ماتش ديال الميني فوت وداك الشيء والجيت سكي وهادشي ديال المطار وداك الشيء راه انتيردي لانه الا طحتي الفرقه ما تقدرش تخلص لك هادشي كنتمنى الميساج ديالنا يكون باسي الميساج ديالنا يكون داز عند الدراري وراه كاينين طاقات شابه اللي فيه زوينه وشنا بزاف ديال الامور شنا تبارك الله لي بولان ديال حسن العبيشه اللي مزيانين كاينين دراري زوينين كاينين دراري كنتمنوا يكونوا ان شاء الله عند حسن الظن ديال الشعب المغربي اللي كينتظر الكثير من الدراري ما نساوش بانه حنا اون كور دو بروغريسيون بغينا الكره ديالنا تحت الاسس ديالها بغينا نرجع الهيمنه ديالنا لان ما بقيناش كنشوفوا هذه واحد 10 سنين ما شفناش فرق كدوز حتى للجروبات يلاه شفنا تطوان وفرحانين حقات حنا تطوان دازت للجروبات لانه ما بقيناش كنشوفوا فرق رانا في ليبوك ديالنا وقيله في الرجاء دزنا دومي فينال كيكعوا علينا الجمهور كيقول لك اخا ما راضينش عليكم حنايا دومي فينال عاديه خاصك الا ما ديتيش وفينال وحق الله العظيم وبالنسبه لهم عاديه لانه تيرمون كانت لا بيرفورمانس تيرمون كان راه واحد الوقت كنلعبوا ولا ما كايناش لا مانيير كي 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 كعاو كنتمنى هاد لي جون وكنتمنى حتى الناس المسؤولين يعرفوا بان احنا خاصنا نطوروا كره القدم المغربيه وما كتبقاش حتى العشوائيه في التسيير تكون واحد ان بون جيستيون شكرا لك خويا زكريا يمكن قلتي كل شيء شرحتي كل شيء الميساج واضح وباين تعطيها تعطيك من جميع النواحي ماديا ومعنويا نتمنوا الخير ان شاء الله لما هو قادم شكرا زكريا استمتعنا اليوم بلحظات جميله جدا من التاريخ الجميل ديال كره القدم المغربيه شكرا لعبد الصمد شكرا لكانوني كانوني اللي معنا في الويب فاطمه مديح او فاطمه مديح هذا عادل عمر كيحييكم شكرا الله يعاونكم